في المرمى طابت أوقاتكم. السلام عليكم. هل تحول أسامة المولد إلى لاعب حر؟ وكيف يمثل الاتحاد؟ وعقده قد انتهى. سبعيني يطالب اتحاد الكرة باعتماد وثائقه في تحديد بطولات الأندية السعودية المختلف عليها. والأسباني بينات، هل انتهت مغامراته مع الاتحاد وحان الوداع؟ المدرب الشاب ضيف في المرمى. منشآت الرائد أعمدة في الهواء والوقت يمر سريعا بلا تقدم. أهلا بكم. تحدثت مصادر غير رسمية إلى أن أسامة المولد قائد فريق الاتحاد السعودي أصبح لاعبا حرا بعد انتهاء عقده وعدم وفاء إدارة النادي بدفعات تجديد العقد الجديد وفق الاتفاقية الموقعة بين الطرفين. وكانت إدارة النادي قد خطبت اللاعب قبل أسبوع لتوقيع العقد الجديد، إلا أنه رفض ما لم يتسلم الدفعة الثانية المقررة في الأول من شهر سبتمبر الماضي. على الهاتف يلتحق بنا الآن سيد سلطان البلوي وكيل أعمال اللاعبين الشهير، وهو أيضا وكيل أعمال أسامة المولد. سيد بلوي أهلا بك معنا. أريد أن أسأل أولا، هل موكلك أسامة المولد فعلا أصبح لاعبا حرا؟ هلا أخوي بتال، أهلا وسهلا، أرحب فيك وضيوفك الكرام. وأسامة المولد يكون لاعب حر، وهذا يعتمد على قرار لجنة الاحتراف. الأمر منظور في لجنة الاحتراف، نعم، ننتظر الرد احنا. طيب، فيما يخص انت العقد، انتهى عقده الأول صحيح؟ لا، هو عقده كان باقي في سنتين ونص، فتم إلغاء العقد القديم وسوينا اتفاقية تجديد العقد لمدة 5 سنوات تبدأ من 1/6. أها، 1/6 الماضي. 1/6 الماضي، فكان في دفعة في 1/6 نادي الاتحاد لم يلتزم بالدفعة إلا في شهر 8. أي في نص 8، ففي بداية 9 على يوم 2/9/3/9 طلبوا من أسامة أن يوقع العقد، فأسامة احنا رفضنا توقيع العقد إلا أن استلم الدفعة الثانية اللي هي في 1/9، في مقرر له دفعة ثانية، وعلى أساس أن نستلم ونوقع العقد. طيب، فتعرف نادي الاتحاد يمر في ظروف يعني شوي مادية، يعني ما سوينا الشيك وكذا، فاحنا رفضنا توقيع العقد. طيب، الحالة القانونية سلطان وش تعني في هذه اللحظة؟ يعني العقد السابق تم إلغاؤه، العقد الجديد فقط اتفاقية لم ترفع إلى لجنة الاحتراف. اللاعب كيف يلعب أجل في الاتحاد؟ تحت أي بند يلعب في الاتحاد؟ هي مرفوعة في لجنة الاحتراف، بس نادي الاتحاد لم يلتزم في الاتفاقية، لكن احنا ملتزمين في الاتفاقية، ولو جو نادي الاتحاد بكرة يعني لو حضروا الشيك حق الدفع حق أسامة احنا نوقع، ما عندنا مشكلة، احنا ملتزمين في إدارة الاتحاد، ولا أسامة ولا أنا نبحث أن نخرج من نادي الاتحاد، يعني احنا ملتزمين في الاتفاقية، بس متى ما حضروا فلوس نادي الاتحاد دفعة أسامة ثاني احنا نوقع العقد، ما عندنا مشكلة. جميل هذا الوضوح سلطان، لكن تحت أي بند يلعب الآن أسامة ما دام ما في عقد يربطه بالاتحاد؟ والله يا أخ بتال، ممكن السؤال هذا ما هو من اختصاصي، يعني ممكن توجه لإدارة نادي الاتحاد اللي لعبته يعني. جميل. فيما لو أتمت إدارة الاتحاد بالدفعات سيتم التوقيع مباشرة وفق الاتفاقية، ما في أي شيء ثاني على طول، يعني إذا إدارة الاتحاد التزمت الدفع نحن ملتزمين في الاتفاقية اللي بيننا وبينهم. فيما سلطان، فيما لو لم يتم تسديد الدفعة، هل ممكن يكون أسامة المولد في نادي آخر في الفترة الشتوية بالنسبة لك كوكيل أنت؟ احنا منتظرين رد لجنة الاحتراف، يعني هنشوف لجنة الاحتراف، لكن احنا ملتزمين في الاتفاقية اللي بيننا وبين نادي الاتحاد، يعني احنا ما نبحث انه أسامة يخرج من النادي او شيء، احنا نبحث عن بس تأمين فلوس اللاعب تكون مدفوعة، واحنا ملتزمين. جميل جميل، شكرا شكرا سلطان بلوي، شكرا على هذه التوضيحات فيما يخص القضية الغامضة بين أسامة المولد وناديه نادي اتحاد جدة. شكرا جزيلا سلطان البلوي وكيل أعمال اللاعبين على ما خصيته في المرمى.
انضم محمد السهلاوي لاعب فريق النصر إلى قائمة اللاعبين السعوديين المئوية الذين سجلوا 100 هدف بقميص واحد في الفرق السعودية المحلية وليس المنتخبات. تضم القائمة ماجد عبد الله، حمزة إدريس، فهد الحمداني، ياسر القحطاني، سامي الجابر، نصر الشمراني وآخرين. هنا أبرز 10 من المئوية السهلوية. وقفتنا الأولى نتابع بعدها حلقة هذا المساء، وفيها: هل انتهت مغامرة بنات مع الاتحاد وحان الرحيل؟ المدرب الشاب في المرمى. مؤرخ سبعيني يطالب اتحاد الكرة باعتماد وثائقه في حساب البطولات المحلية.